صباح الخير، صحيت اليوم مش مرتاحة بالنومة، مش عارفة ليه، فقلت لازم ألاقي حل اليوم جديد للتخت وقعدت أفكر شو ممكن أعمل. I think إني لقيتها. مسكت تليفوني على طول، رحت على kottonhome.ae واخترت كوتون ماتريس توبر 8 سنتيمتر، يعني ثيك ومريحة، وشوفوا الأسعار اللي عنده مش طبيعي قديه affordable، وبالنسبة للكواليتي رح تشوفوا وتحكموا بعينكم. واخترت قلت بالمرة ست جديد للغطا، وصل بسرعة تاني يوم وعطول حطيتهم على التخت. شوفوا الجمال والنعومة، راحة. وحطيت هلأ الغطا تبع التخت، متت فيه. انتوا احكولي شو رأيكم، انا بس بحب اللون الابيض، ما بحط غير لون ابيض، اعطاني شعور لكجري ومريح كتير حلو. Thank you.